صاحبة المرشال بقى عشان نوريك ان احنا عشان احنا نقول لك انه كان ذاك النوبية صابا من بيتين يعني ما صابا من حصة يعني. كويس. في كلمات سريعة زول دار يقولها مختطفة في حق المرأة النوبية. فنحن أكثر الناس ضررا وضرارا من الحرب الدائرة، نحن بننشد السلام. في المقام الأول الكلمة المقدسة أجى ذكرها في القرآن الكريم في أسماء الله الحسنى من بعد بسم الله الرحمن الرحيم في المرتبة الثالثة فهو السلام القدوس السلام. وجاء ذكرها في الإنجيل المقدس في المرتبة الثانية من بعد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. نحن بننشد السلام لأنه عبر السلام نحن بنقدر نصنع الأمة السوية اللي بتقدر تطلع لنا جيل يقدر نغارع به الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق. عبر السلام نحن بيقدر يتوفر لنا البيئة الآمنة الأنا رب لي طفل سوي غير متخلف غير فاقد تربوي غير فاقد الأب. وفقدان الأب دي ما حاجة سهلة جدا لأنه فقدان الأب معناها اختل ميزان المنظومة الأسرية. لما أنا